السلام عليكم. صدر العرب للعالم عباقرة على جميع الصعود العلمية والفكرية والعسكرية، إلا أنهم من الناحية الجماعية أخفقوا على الدوام في صوغ جسم أو هيئة، بل حتى دولة متطورة وقوية. لماذا؟ ابحث عن الثقافة السياسية يقول مراقب. هل حقا يعاني العرب من مأزق معرفي فيما يتعلق بالسياسة؟ هل مارس العرب السياسة بمفهومها الصحيح المفضي إلى تحقيق الغرض منها؟ وقبل ذلك، ما مفهوم السياسة وكيف نشأت ابتداء؟ ثم كيف يفهم العرب السياسة وما إسهامهم المعرفي على الصعيد النظري والعملي في إنضاج هذه الظاهرة؟ وأي علاقة بين واقع العرب اليوم وبين وعيهم السياسي؟ هذا بعض من أسئلة حلقة اليوم من برنامج حديث العرب التي تطرق على مسامعكم موضوع السياسة عند العرب. أهلا بكم. التفكير في تأسيس ونشر وعي سياسي يلملم شعث التيه في الدول العربية يتطلب زمنا طويلا وتفكيرا استراتيجيا عميقا، لا سيما أن أمد الاستبداد استفحل وتشرب في النفوس، وكاد أن ينسي الشعوب بأن الوعي السياسي يعد من ضرورات المجتمعات الساعية للتطور والنمو. لا شك أن مجتمعاتنا العربية تستحق حياة أفضل بكثير من الحياة التي تحياها اليوم، وحتى ثورات الربيع العربي التي قامت لن تؤتي بثمارها المطلوبة إلا بعد تكوين ثقافة عقلية تساعدها على التفكير الاجتماعي والسياسي المنطقي السليم، بعيداً كل البعد عن تلك الهيمنة التقليدية للشعارات التي تخدر الشعوب وتخفي عيوب الواقع المرير كانتشار الفساد السياسي بصوره المتعددة وتراجع الحريات بأشكالها المفزعة. الوعي السياسي الذي يمثل إدراك الفرد وفهمه لواقع مجتمعه السياسي ومعرفة المشكلات القائمة والقوى الفاعلة والمؤثرة في صناعة القرار على المستويين المحلي والعالمي هو في الواقع يجسد حالة من اليقظة الفكرية التي يتمكن من خلالها الإنسان من رصد الأحداث وتحليل وتشخيص أبعادها وآثارها، ويساعد المجتمع في مواجهة مشكلاته وتحصينه من التهديدات الداخلية والخارجية. المعوق الفكري يعد من أهم عوائق اكتساب الوعي السياسي، فالمؤسسات الأولية في التوعية والتنشئة السياسية المتمثلة في الأسرة والمدرسة والجامعة لا تقوم بذلك الدور الذي يساعد على اكتساب الوعي السياسي، وبالتالي أسهم في غياب عملية البناء والتقدم والتنمية والاستقرار وعرقلة التحولات الاجتماعية والسياسية، فضلاً عن ثقافة الشكوى التي اجتاحت المجتمعات المتخلفة. فالكل يصف المشكلة، ولكن قلما تجد فئة مهتمة بحلها أو تقديم المقترحات المناسبة لتأسيس وعي سياسي تتبناه الدول العربية. للحديث عن موضوع الحلقة يسعدنا الترحيب بضيفينا الكريمين. معنا في الاستوديو الأستاذ محمد الهامي، الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، وعبر الهاتف من العاصمة العمانية مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني، الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية، هو معنا طبعا عبر الهاتف. أهلا وسهلا بكما ضيفينا الكريمين. ابتداء أستاذ محمد، كيف نشأ هذه الظاهرة الخطيرة والمهمة والعظيمة التي هي السياسة؟ كيف نشأت ابتداء، وإلى أي مدى كانت هذه الظاهرة واضحة في الذهنية العربية قبيل الإسلام؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هو بداية نشأة السياسة هي نشأة الإنسان، هي نشأة البشر. السياسة هي يعني أصلها حتى اللغوي يرجع إلى الفعل ساسة، ساسة يسوس، وأكثر ما يذكر هذا الفعل في مسألة سياسة الخيل، سياسة يعني كيف يمكن أن يساس يدبر أمر الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه أو قهره. ترويض. نعم، التدبير. فهي معنى السياسة هو معنى التدبير. فلذلك منذ أن كان الإنسان على هذه الأرض نشأت معه فكرة السياسة، لأن الإنسان دائما واقع في ابتلاءات. مجرد ما تتسع العائلة حتى تصير هناك زوجة وأولاد، حتى يصير رب البيت مسؤولا عن سياسة هذا الأمر، سياسة زوجته وسياسة أولاده، حتى
يظهر هذا يعني حتى يتوسع الأمر فيظهر إلى المفهوم الذي صار اصطلاحيا الآن وهو سياسة الناس، سياسة الدول. هو طبيعي المجتمعات هذه هي كثرة من الناس تحكمها قلة منظمة، يعني أي موازين قوى ستجعل الكثرة قادرة على السيطرة على القلة، لكن كيف تستطيع القلة الموجودة بالسلطة أن تهيمن وتتحكم وتسير أمور الناس؟ هذا هو شأن السياسة. فهي فكرة السياسة نفسها فكرة قديمة، وهو أمر لا يخلو منه مجتمع، يعني حتى العرب لا قبل الإسلام ولا بعد الإسلام، أي مجتمع موجود في أدغال إفريقيا في عند الميسيسيبي ستجد فيه هذا النوع من أنواع السياسة. فهي السياسة أصلا جزء من الموهبة التي يعني يكتسبها المسؤول، القائد، زعيم القبيلة، شيخ العائلة، شيخ العشيرة، كل هذا إنما يدير أمره بشكل سياسي. وحتى نحن إذا نظرنا إلى أشعار العرب في الجاهلية فسنجد فيها هذا المعنى، يعني المعلقة المشهورة معلقة زهير بن أبي سلمة فيها كثير من الحكم التي لا تصدر إلا عن رجل سياسي. حتى سيدنا عمر رضي الله عنه لما كما يروى عنه لما سمع بيت زهير بن أبي سلمة عن الحق ويقول يعني أن الحق له ثلاثة أوجه، إما بجلاء أو بيمين أو بنفار، قال لو أدركته لوليته القضاء. ف يعني هي المعلقة مشهورة، يعني لا أريد أن أطيل بذكر بعض منها. الخلاصة أنه مفهوم السياسة ليس مفهوما أكاديميا، هو أمر واقع، إنما فيما بعد ترجم إلى كتابات وأبحاث ودراسات. فالعلوم الإنسانية بشكل عام هي علوم تصف ما هو واقع، لا تخترع شيئا جديدا، بخلاف العلوم التطبيقية. يعني علوم الاجتماع، التاريخ، الاقتصاد، الفلسفة، غيره، كل هذا يصف أمرا واقعا. حتى من الأمور المشهورة، من الكلمات المشهورة، أن ميكافيلي لم يقل لنا، لم يؤسس علم السياسة، إنما هو ذكر لنا كيف يتصرف الأمراء بالفعل. فيعني هذا باختصار فكرة النشأة، هي نشأة مرتبطة بالإنسان نفسه. طيب لو ذهبنا إلى 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 مسقط، دكتور عبد الله، إذا ما أردنا التحدث بشأن العوامل التي أسهمت في تشكيل وعي الإنسان العربي بظاهرة السياسة، فماذا يمكن أن يقال عنها في هذا السياق؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام. أهلا وسهلا. علينا أولا أن نحرر المفهوم، يعني عن أي إنسان عربي نتحدث. هل نتحدث عن الإنسان العربي قبل الإسلام أو بعد الإسلام، فترة الخلافة الراشدة، فترة الملك العاص، الملك الجبري؟ فعلينا أن نحدد الفترة الزمنية التي نتحدث عنها. لكن في المجمل أنا في تقديري أن العرب قبل الإسلام ما كانوا يعرفون السياسة بالمعنى يعني الحضاري الذي يعني يتعارف عليه العالم اليوم. كان هناك تنظيم للاجتماع البشري، هذا صحيح كما تفضل الأستاذ الكريم قبل قليل، ولكن لم يكن العرب يتوفرون على نظام سياسي بالمعنى العلمي الذي نتحدث عنه اليوم. كانوا يديرون اجتماعهم البشري بوجه من الوجوه حتى تسير الحياة، ولكن العرب لم يعرفوا نظاما سياسيا محكما إلا بعد مجيء الإسلام. الإسلام هو الذي أسس وهو الذي أعاد يعني تشكيل الإنسان العربي على المستوى الحضاري. فالعامل الرئيس هو بطبيعة الحال النصوص، ثم التجربة العملية، ثم الاجتهاد البشري، ثم البعد الرسالي في هذا الدين. يعني هذا من الفوارق الكبرى التي يختلف فيها الإسلام عن النظم السياسية الأخرى، أو النظام السياسي الإسلامي عن النظم السياسية الأخرى. النظم السياسية الأخرى حتى النظم الديمقراطية الراهنة هي اتفقت على حزمة من الإجراءات، هذه الإجراءات يراد بها حل الخلافات. ولكن ما يتميز به النظام السياسي الإسلامي أن القيم التي يقوم عليها هذا النظام هي التزام شرعي، وليست مجرد مواضعات سياسية لتحقيق المصلحة أو لحل يعني الخلافات. فهذا من يعني وجوه الافتراق والتميز التي شكلت وعي الإنسان العربي. فإن كنا نتحدث عن الإنسان العربي الذي نشأ في عهد النبوة ثم بعد ذلك في عهد الخلافة الراشدة، فذلك هو النموذج
نموذج الإنسان العربي الذي كان يتسلح بوعي سياسي بعيد عميق محكم. لكن دكتور عبد الله، يعني هل أفهم منك أن الإنسان العربي في عهد النبوة وعهد الخلافة الراشدة في تلك المرحلة أن الوعي بظاهرة السياسة تأسس من بيئة عربية صرفة لم تفد الأفكار من الخارج، يعني فكر سياسي عربي أصيل كان؟ أنا لا أتحدث عن يعني مرجعية عربية، أنا أتحدث عن مرجعية إسلامية. نعم. يعني الإنسان العربي قبل البعثة وقبل مجيء الإسلام لم يكن شيئا مذكورا، كان شيئا ولكنه لم يكن شيئا ذا بال، ولم يكن يتوفر على نظم حياتية، نظام سياسي ونظام حياة، نظام تدبير الشأن العام. فلم تكن قبائل العرب في جزيرة العرب آنذاك يعني تحتكم إلى نظام سياسي مؤسس على 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 مفاهيم وعلى قيم وعلى نظم، وإنما كان هناك جملة من الأعراف والتقاليد التي يجتمع عليها العرب من أجل أن تسير يعني حياتهم بشكل من الأشكال. فالإنسان العربي تأسس وعيه السياسي بناء على ما جاء به الإسلام، بناء على ما جاء به الوحي. وهناك ثوابت بطبيعة الحال، هناك ثوابت ومرتكزات جوهرية، وهناك اجتهادات بشرية. النظام السياسي، وهذا أيضا مما يميز النظام السياسي الإسلامي الذي على ضوئه تشكل الوعي السياسي العربي، أنه جاء بثوابت، جاء بمرتكزات، جاء بقيم، جاء بمبادئ عامة. هذه المبادئ العامة هي الثابتة، لا تتغير ولا تتبدل، ولكن في إطار هذه المبادئ العامة هناك مساحة واسعة للاجتهاد. الإسلام مثلا جاء بالشورى وجعلها ملزمة. لست أتفق مع الذين قالوا بعد ذلك، وهذا نشأ في عهد الاستبداد بعد ذلك، أن الشورى هي معلمة. الشورى ملزمة في الإسلام بنصوص قطعية، ولكنه لم يحدد لنا الإجراءات التي من خلالها تمارس هذه الشورى، وكيف تمارس هذه الشورى، ومن هو هذه الشورى، لأن هذه مسألة متغيرة متحولة مرتبطة بالواقع. ولكن القيمة، قيمة الشورى كقيمة هي ثابتة، العدالة كقيمة ثابتة، الحرية كقيمة ثابتة، ولاية الأمة كقيمة ثابتة، الشفافية والمحاسبة كقيمة ثابتة. فالإسلام جاء بجملة من الثوابت والمرتكزات التي لا تتغير بحال من الأحوال، ولكن في إطار هذه الثوابت هناك مساحات واسعة للاجتهاد فيما يتصل ب يعني الإجراءات والتدبير الإجرائي. طيب أستاذ محمد، تطور مفهوم السياسي عبر قرون طويلة، وخصوصا بعد ما يعرف بثورة التنوير في أوروبا أو الثورة الصناعية إلى آخره، لكن هل في تراث العرب ما يدفع إلى القول على المستوى النظري أن هناك إسهامات أسهمت، كتابات، مؤلفات أسهمت في إنضاج وبلورة ظاهرة السياسة بالمفهوم الحضاري الحديث؟ هذا سؤال عميق ما شاء الله، تفرض له حلقات كثيرة. الإسلام جاء بشيء لا يمكن أن يأتي به غيره، يعني لا يصح القول بأنه هل جاء عصر التنوير أو هل جاء الإسلام بما يشبه ما جاء به عصر التنوير. هو الحقيقة الإسلام جاء بما يجعله متفوقا على سائر الأفكار السياسية. كيف؟ المشكلة العميقة في الفكر السياسي، يعني معضلة الفكر السياسي بشكل عام، هو من يملك السيادة، من يحدد السيادة، الأفكار الكبرى، الأفكار الأولى، يعني من الذي يملك أن يقول هذا صواب وهذا خطأ، من الذي يملك أن يعطي الصلاحيات، من الذي يملك أن ينزع الصلاحيات. هذه مشكلة لا تزال موجودة وستظل موجودة في كل نظام وضعي. السيادة، السيادة، مفهوم السيادة طبعا تحدث عنه كارل شميت في اللاهوت السياسي، ويعني عمقه بشكل أكبر مفكر إيطالي اسمه جورجيو أغامبينو في كتابه حالة الاستثناء. هو يعني يقول إنه هذه الدولة التي نحياها الآن والتي نرى نحن أنها تمثل الشعوب، هي في الحقيقة لا تمثل الشعوب، لأن هذه الدولة حين تحدث حالة طوارئ تنتزع كل الصلاحيات لنفسها وتعطل القانون والدستور بنفسها، وهي التي تملك أن تقول هنا حالة طوارئ، وتملك أن تحدد مدة حالة الطوارئ، وتملك أن ترفع حالة الطوارئ. إذن من الذي يملك السيادة؟ الشخصيات الموجودة في السلطة. هذا سؤال حائر في الحضارة الغربية، في كل الحضارات. هنا المزية التي لا يمكن أن يأتي بها إلا الإسلام، هو أن الإسلام نزع من البشر حق التشريع
وحق السيادة، فالسيادة لله ورسوله. ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله عنه في أيام خلافته الأولى أوضح مهمة الخليفة بقوله إنما أنا منفذ. فالسلطة في الإسلام هي سلطة تنفيذية. لكن عفوا أستاذ محمد لو أذنت لي، يعني هذه قضية صحيحة، ولكن نشأ بعد ذلك إشكالية وهي ظاهرة بعد الخلافة الراشدة، وهي ظاهرة تفسير النص الذي هو يحظى بالسيادة. جيد، هذا جميل جدا. الآن الفكر الإسلامي هناك نص مقدس وهو القرآن، ومقدس وهو السنة، وعليهما بني الفكر السياسي الإسلامي في إطار الفقهاء. حين يتدخل السلطان أو الحاكم الظالم ويحاول أن يؤول النص أو يفسر النص لتحقيق مصلحة شخصية، فإنه يظل مفضوحا أمام الحالة العلمية. يعني نحن حتى الآن شوف، أول حاكم متغلب في تاريخنا هو عبد الملك بن مروان في القرن الأول الهجري. نحن حتى الآن بعد 15 قرنا نرى هذا انحراف لا نسلم به. لماذا ظل هذا انحرافا؟ لأن المرجعية الأولى، مرجعية القرآن والسنة، حافظت على بقاء المعيار واضحا، وحافظت على كون الانحراف انحرافا عنه. بينما لو لم تكن لدينا هذه المرجعية، ماذا كان سيحدث؟ كنا سنرى الحكم المتغلب نوعا من التطور، ويشرعا ويكتب في إثباته وبأنه خير من الشورى، وكما حتى وحصل هذا في التاريخ، حتى في الحضارة الغربية المعاصرة. نعم. ما يزال حتى الآن من يرى أنه الأفضل هو الحكم القوي المتسلط. يعني في المدرسة الغربية لدينا مدرستين كبيرتين، مدرسة هوبز وتوماس هوبز ومدرسة جون لوك. توماس هوبز يقول أنه الأصل هو الحاكم الدكتاتوري. نعم. الأبوي. فأنا أقول لك، جاء الإسلام بأنه نزع من البشر فكرة السيادة وفكرة التشريع، فظلت المرجعية مرجعية متعالية عن محاولات هذا في دائرة النصوص. لكن أنا أريد أن أفهم منك، نحاول معك ومع ضيفنا في عمان، لا بأس عليك، يعني أن نفهم ظاهرة قضية نغوص في العقل العربي، كيف تعامل مع هذه النصوص؟ ما الإسهامات التي قدمها العقل العربي في سياق الحضارة الإسلامية طبعا لظاهرة السياسة؟ جميل. طبعا نحن لو حاولنا تعديد الإسهامات سنجد أنفسنا أمام تراث طويل. ولذلك إذا أمسكنا في أصول ما جاء به الإسلام، فذكرت أن الأصل الأول والأهم هو أن المرجعية التي تحدد السيادة وتحدد صلاحيات الحاكم هي مرجعية لم يصنعها الحاكم، وبالتالي صار الحاكم محكوما لها، وصار ينكر عليه انحرافه عنها. يعني في أي منهج وضعي آخر، الحاكم حتى لو انحرف عن القانون يمكن محاسبته في البرلمان أو القضاء، لكن إذا الحاكم استطاع تغيير القانون صار انحرافه قانونا لا يمكن للقضاء أو البرلمان أن يحاسبه عليه. هذا مبدأ التشريع لا يمكن أن يحدث في الإسلام، لأن الحاكم لا يملك أن يغير الشريعة. فلذلك ظل دائما القدرة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والقيام في وجه الحاكم الجائر من المعاني الكبرى والعظمى في الحضارة الإسلامية. هذا إسهام خطير، حتى إنه المستشرق الأمريكي مايكل كوك له كتاب في حوالي 900 صفحة قضى فيه 10 سنين، اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي. قرر في نهايته أن قيمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قيمة لم توجد في أي فلسفة سياسية أخرى. فالأصل، يعني المزية التي جاء بها الإسلام والتي يعني تتفرع عنها بقية المزايا، هو أن الإسلام نزع من الحاكم حق التشريع وحق السيادة، فصار الحاكم ملتزما أو يطلب منه أن يلتزم بهذه المرجعية العليا. هذا حجم كثيرا جدا جدا من سطوة الحكام، وجرأ كثيرا جدا من سطوة العلماء وسطوة المجتمع، وحافظ على توازن بين السلطة والمجتمع. وهذا ما زلنا في دائرة الإسلام، لكن سنرجع بعد قليل نتحدث عن دائرة العقل العربي كيف أنتج ذلك. لكن لو قفزنا قليلا مع الدكتور عبد الله الغيلاني من الناحية التاريخية إلى الحالة الراهنة، برأيك لماذا تشيطن دائما السياسة في العقل العربي الجمعي؟ هناك نفور من الحالة السياسية، هناك ربط عضوي بين الشر وبين السياسة، هل ثمة سبب وجيه لذلك؟ نعم، السبب الرئيس هو تكريس حالة الاستبداد.
أنا أتصور أن العقل العربي في المجمل عقل قد أصابه كثير من التشوه وكثير من العطب، لأنه نشأ في ظل نظام سياسي مستبد. يعني اليوم أنت تنظر إلى الإنسان العربي فتجده مسكون بحالة من الرعب من السلطة، بحالة من الخوف. الإنسان العربي لا يدرك في المجمل لا يدرك أو لا يستطيع أن يحقق غاية وجوده يعني الإنساني. كل ما هو مطلوب منه أن ينجح ربما على المستوى الشخصي، وهذا بأكثر الإنسان في المجتمعات الديمقراطية. الإنسان في المجتمعات الديمقراطية يتمتع بقدر من الحرية، بقدر من الجسارة، بقدر من يعني احترام الذات. وبالتالي أنا أتصور أن العقل السياسي العربي الذي نشأ في ظل هذه السلطة الاستبدادية ولم يعرف يوما منذ أن سقطت الخلافة الراشدة، لم يعني يمكن الإنسان العربي من ممارسة حقه، لا على مستوى الأمة كولاية للأمة ولا على مستوى الأداء الفردي. لم يمكن هذا الإنسان العربي من أن يعني يقارع السلطة، ينازل السلطة، ينتقد السلطة، يصوب هذه السلطة، يخرج على هذه السلطة خروجا سلميا. لم يمارس هذا الحق. فلك أن تتصور طفلا منذ يعني نعومة أطفاله في البيت ثم في المدرسة ثم في المجتمع ثم في أجواء العمل، وهو يعيش في هذه الأجواء المكبوتة، أجواء الخوف والرعب والترهيب من الاقتراب من السلطة، وأن هناك مساحات معينة ينبغي أن لا يتعداها. و مؤسف ان الـ يعني ما صار يعرف لاحقا بالاداب السلطانيه، هذه الاداب السلطانيه ايضا كرست هذا الواقع بشكل او باخر، فاضفت شيء من القدسيه على السلطان، وهذا طبعا مجلوب من التراث الفارسي والتراث الروماني حيث كانوا يقدسون الولاة والحكام والسلاطين، فحدث الشيء نفسه في الملك العاص الذي امتد خلال فترة بني أمية وفترة بني العباس وكذلك الدولة العثمانية. فكرست عملية تقديس الحاكم، كرست عملية يعني الخوف والإذعان والطاعة المطلقة يعني للسلطة وعدم يعني الاقتراب منها أو نقدها. فالإنسان العربي نشأ في هذه الأجواء، وبالتالي كما قلت لك أن العقل السياسي العربي إن كان هناك عقل سياسي عربي أصلا قد نشأ شائها مضطربا معطوبا، بعكس العقل الذي ينشأ في يعني مجتمع غربي ويتمتع بحرية كاملة. فسحبت هذه السلطة، هذه الولاية من الأمة، وبالتالي حدث كل هذا التشويه وهذا يعني الخوف الذي تحدثت عنه قبل قليل. طيب، ما زال في الحديث بقية لكن نعود إليها بعد وقفة قصيرة. أسعدكم الله، هذه عودة للحديث عن السياسة في تراث العربي وواقعهم المعاصر. أستاذ محمد، يعني عودة إلى قضية الوعي المتراكم بالسياسة عند العرب لأنها قضية محورية ومهمة. أريد أن أسألك، هل يمكن القول إن هذا الوعي العربي بظاهرة السياسة تأثر عمقا أو سطحية إلى أي مدى تأثر عمقا أو سطحية بمرحلة خروج العرب من التأثير القوي والمباشر، التأثير في القرار، في اتخاذ القرار وفي سياسة الدولة، وهو ربما ما يعود إلى مرحلة متأخرة من الدولة العثمانية؟ إلى أي مدى أثر هذا الخروج، تقصد العباسية، العباسية معذرة، نعم، على تشكيل العقل العربي السياسي؟ نعم، بداية نحن عندنا إنما العربية اللسان، فالمسألة العربية هنا لا تتعلق بالعرق وإنما تتعلق بالثقافة. لا شك في ذلك. نعم،
فعلى مستوى الوعي السياسي بمعنى الفكر السياسي بمعنى الإنتاج الفقهي، فسنجد أنه حتى الإنتاج الذي كان في عصر سيطرة الأتراك والسلاجقة وفيما بعد الزنكيين والأيوبيين والعثمانيين غالبه كتب باللغة العربية، غالبه كتب باللغة العربية، يعني الماوردي والجويني والغزالي وابن تيمية وابن القيم وابن خلدون، يعني هذه كانت فترة يحكم فيها على الحقيقة غير العرب، لكن هم كتبوا كتبهم بلغة عربية سليمة. هذا أمر نثبت. والأمر الثاني إنه الوعي السياسي لا يمكن أن ينفصل عن القدرة على التطبيق، فالقدرة على التطبيق هو شيء يعني يطور وينمي الوعي السياسي. فنحن هنا يمكن أن نرصد نوعا من جمود الفكر السياسي في التراث العربي بانفصال العلماء عن الحكام، يعني كلما انفصل العلماء عن الحكام كلما زاد ابتعاد العلماء عن السياسة. وأنت تعرف مهمة العالم في أي وضع، علماء الشريعة الإسلامية، علماء الشريعة، مهمة العالم في أي وضع أنه يعرف فقه النص وفقه الواقع ليحكم تنزيل النص على الواقع، فهو إذا ابتعد عن الواقع فسيحدث عنده إشكال في الفهم. هذا الأمر يعني أستطيع القول أنه لم يبدو بشكل قوي ومثير للأزمة إلا بعد العصر الحداثة، يعني إلى 200 سنة أو 300 أو 400 سنة حتى يعني سابقة، لأنه العلماء المسلمين في السياسة الشرعية يتميزون عن نظرائهم الغربيين أو غيرهم بمزية أيضا منبعثة من أنهم مارسوا الفقه والفتوى. يعني المنظر الغربي، عامة علماء السياسة الغربيين، المنظرين الفلاسفة لم يكونوا منخرطين في المجتمع انخراطا تجعل مشاكل المجتمع معروضة عليهم بشكل يومي، بينما العلماء المسلمين كانوا يمارسون القضاء وكانوا يمارسون الفتوى، فهم منخرطون فعلا في المجتمع. ولذلك بقدر ما تنحو فكرة السياسة الغربية إلى الضبط والفصل والحكم، بقدر ما تجد الفقه الإسلامي متسع، حتى أن الأحكام التكليفية عندنا 5، يعني المسألة الواحدة قد يكون لها في الحد الأدنى 5 أقوال، وقد يزيد عن هذا أكثر بكثير. فلذلك إذا تحدثنا عن مسألة الوعي السياسي ومدى ارتباطه، فسنلحظ لا شك نوعا من يعني كلما تأخر علماء الدين عن التقديم في المجالس وعن ممارسة السياسة كلما حدث عندهم نوع من الفتور في هذا الأمر، ويستمر هذا الفتور حتى نصل إلى المرحلة التي عزلوا فيها تماما وألغيت المحاكم الشرعية واستبدلت طبقة العلماء بطبقة البرلمانيين والقضاة المدنيين، المحكمة الدستورية، هم دول اللي بقوا يعني صارت أيديهم منخرطة في شأن السياسة وأقصي العلماء. فلذلك تجد أغلب العلماء الآن قليل منهم من يفتي في شؤون السياسة أو يفهم فيها لأنه مبتعد عنها، بينما حاضر في أذهانهم فقه الطهارة، فقه الزواج والطلاق، فقه الصلاة، فقه العبادات، لأنه الفقه الذي يعرض عليهم ويتكلمون فيه. هذه نقطة شديدة الأهمية، يعني الآن هذا 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 ما أثر على بنية العقل العربي من الناحية السياسية، يعني هناك نوع من العزوف عن السياسة. هذا العزوف أثر على ظاهرة ممارسة السياسة وفهم السياسة في الحالة العربية. طبعا لا شك، لكن يعني الراهنة أتحدث، طبعا الراهنة، نعم. ولذلك ذكرني سؤالك بأمر مهم يجب أن نفرق فيه. المسألة وكلمة السياسة قبل عصر الدولة الحديثة كانت تعني الشؤون الكبرى، الشؤون الكبرى يعني الأمن والدفاع وبعض الاقتصاد وما يتعلق بهما والعلاقات الدولية، لكن تنظيم شأن المجتمع لم يكن ضمن مفهوم السياسة في ذلك الوقت، فكلمة السياسة كانت منحصرة في مجالات قليلة. لما جاءت الدولة الحديثة التي صارت تتغلغل وتحدد كل التفاصيل، صارت كلمة السياسة في كل شيء، يعني صار هناك سياسة اقتصادية وسياسة فكرية وسياسة تعليمية وسياسة إنتاجية وسياسة المرور، فلذلك المسألة توسعت توسعا كبيرا. فلذلك أيضا لا يمكن القول بأن علماءنا الأقدمين يعني كانوا بمعزل تماما عن هذه الأمور، لا، هذه الأمور كانوا يتناولونها دائما في مؤلفاتهم. يعني أي كتاب فقه يعبر على أبواب هي اليوم من صلب السياسة، أبواب الأموال والبيوع والمعاملات، أبواب البغاة والدماء والجنايات والقضاء، كل هذه كانت
تحت أعينهم وهم من كانوا ينظرون فيها ويكتبون ويفتون أيضا. لكن في قضية العلاقة بين الدولة والسياسة، هذا السؤال أدخره للدكتور عبد الله في عمان، في جدلية العلاقة بين السياسة والدولة نظرية وتطبيقا، كيف تجسدت هذه العلاقة وخصوصا في مرحلة التي تلت خروج القوات الاحتلال الغربي من بلدان العربية؟ نعم، بعد سقوط الدولة العثمانية وتمزق العالم العربي والإسلامي كان الاستعمار حريصا على ألا يعني يخلفه نظام ديمقراطي في الأمة، كان حريصا على أن يأتي بفئات أو طوائف تمارس الاستبداد بوجه آخر، وبالتالي لم يتيسر الأمة. صحيح أن الأمة بدرجة من الدرجات قد تحررت من الاستعمار وخرج الاستعمار عمليا من البلاد العربية وبعض البلاد الإسلامية التي كان يستعمرها، ولكن التركة التي خلفها الاستعمار بعده لم تكن يعني تركة جيدة. الاستعمار كان حريص على أن من يأتي بعده يكون امتداد للنظم الاستبدادية التي كانت سائدة آنذاك، فلم تمكن الأمة رغم المحاولات، كان هناك محاولات يعني الإصلاحية الإسلامية وبعض يعني حركات التحرر التي حاولت يعني أن تنتج نظاما سياسيا مؤسس على قيم ديمقراطية ولكنها أخفقت. فالذي نشأ النظام السياسي الذي أعقب خروج الاستعمار كان نظاما يعني سياسيا مستبدا بامتياز، فتواصلت عملية يعني إخراج الإنسان العربي من الفعل السياسي، بل حتى العلماء حتى في عهد الملك العاض، الدولة الأموية، الدولة العباسية، الدولة العثمانية بدرجة أقل ربما، ولكنهم أيضا أخرجوا من دائرة الفعل السياسي، بل أن بعض العلماء قد تورط في إنتاجاته المعرفية، قد تورط في إطفاء الشرعية على الاستبداد. انظر مثلا إلى ما كتبه الإمام الماوردي رحمة الله عليه، والإمام الماوردي لم يكن مجرد فقيه، كان مجتهدا على المذهب الشافعي، كان من أقطاب المذهب وكان مجتهدا. ففي كتابه الأحكام السلطانية مثلا شرعنا ولاية العهد، طبعا وذكر الاختيار، ذكر الاختيار ولكنه أيضا شرعنا ولاية العهد، بل ذهب إلى أكثر من ذلك وقال بجواز ولاية العهد ليس في واحد وليس في اثنين بل في ثلاثة ربما، واستشهد بحادثة موتة مع الفارق الكبير عندما عين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة قادة، زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب ثم عبد الله بن رواحة، يعني استشهد بهذه الحادثة في إطفاء الشرعية على يعني ولاية العهد. فأقول أن النظام السياسي الذي قام بعد الاستعمار كان نظاما قهريا، نظاما مستبدا، نظاما فاسدا، وبالتالي تكرست عملية امتهان الإنسان العربي على المستوى السياسي، ولم تتح له فرصة حقيقية لأن يجد ذاته وأن يحقق غاية وجوده الإنساني وأن يمارس حقه في الاختيار والنقد والمحاسبة والعزل كما يفعل الإنسان اليوم في أي مكان آخر. وعندما قامت الثورات العربية في مطلع العشرية الثانية تصدى لها الغرب وتصدت لها التيارات العلمانية للأسف التي كانت تنادي وتتغنى بالديمقراطية، عندما قامت الأمة تطالب بحقها في استعادة الولاية وفي استعادة الحق السياسي قمعت من قبل يعني هذه الأحزاب العلمانية في العالم العربي ومن قبل طبعا يعني النظام السياسي المستبد ويعني بمعاونة من الغرب. فأقول أن الإنسان العربي للأسف لا يزال يعيش ليس فقط أزمة وعي وإنما أزمة قهر واستبداد وإقصاء، ويعني ما لم تتحرر الأمة من هذه الحالة فإن الوعي في حد ذاته لا يكتمل، يعني هناك الوعي النظري وهناك الوعي التطبيقي، يعني التجربة العملية والتطبيق هو الذي يزكي الوعي وهو الذي يرتقي بالوعي وهو الذي يصوب هذا الوعي، فما لم تتح للإنسان العربي ممارسة سياسية حقيقية وليس فقط أن يكتفي باكتساب الوعي النظري، ما لم تتح له هذه الفرصة فسيبقى هذا الوعي يعني ناقصا. وقد رأينا يعني كيف تصرفت القوى السياسية في أعقاب الثورات العربية، تلك القوة التي أتيحت لها فرصة الوصول إلى السلطة فلم تحسن إدارة هذه السلطة، ليس لنقص في يعني إخلاصها وفي صدقها وفي يعني صدق توجهها، وإنما لنقص في خبرتها السياسية، إذ أنها لم تحسن يعني اهتبال الفرصة وتوظيفها، فحدث يعني ما نعلمه جميعا بعد ذلك. نعم. فأقول أن الإنسان العربي يحتاج إلى أن يؤسس وعيه على مفاهيم ناظمة
طيب. وعلى قيم حقيقية مستمدة من الوحي ومن المنجز الإنساني. نعم. وعلى التجربة العملية أيضا. طيب هذا الوعي الذي دعا إليه الدكتور عبد الله أن يؤسس الإنسان العربي وعيه الآن، هذا يقودنا إلى السؤال الآن، بعد انفراط عقد الدولة الإسلامية انقسم العالم الإسلامي إلى كانتونات يعني منغلقة على نفسها، في الحالة العربية مصر، سوريا، العراق، المغرب، تونس، هذه البلاد العربية، هل تمكن العرب في هذه الحالة من إنتاج أفكار سياسية مناسبة لطبيعة العصر، وخصوصا بعد تشكل الدولة الحديثة إذا ما صح تسميتها بالدولة الحديثة؟ نعم، هو في هذا الباب يعني أنا أضيف إلى ما ذكره الدكتور عبد الله، هو أن العرب حرموا من أن ينتجوا وعيا، لأنه هذا الاستقلال في الحقيقة يعني لم يكن استقلالا حقيقيا، لم يكن تحررا حقيقيا، وإنما كان انتقالا من الاستعمار المباشر إلى الاستعمار بالوكالة. والغربيون لم يخرجوا إلا حين تركوا صنائعهم في بلادنا، وهؤلاء منعوا الأمة أن تتحرك إن على مستوى الفكر أو على مستوى الفعل، وهذان أمران يتضافران. يعني حين يحدث العجز فيحدث العجز العملي، فإنه ينتج أيضا تشوها فكريا. الآن أنا لست من الذين يقولون بأن إنتاج المسلمين في السياسة قليل، أنا بالعكس أنا أجد أن هذا الأمر فيه تخمة حتى في العصر الحديث، حتى في العصر الحديث، لأنه سؤال الدولة الإسلامية والنموذج الإسلامي سؤال واجه المفكرين المسلمين منذ 200 سنة على الأقل، وهو زمان تغييب الدولة الإسلامية، فأنتجوا فيه كثيرا. وإذا ذهبت إلى أي يعني كلية دراسات سياسية أو علوم سياسية ستجد رفوف مليئة من رسائل الماجستير والدكتوراه لم يتح لها حتى أن تنشر، فضلا عما نشر، وهناك مؤسسات قامت على هذا النشر، منها مثلا المعهد العالمي للفكر الإسلامي، يعني صار فترة يتحدث في هذا الباب. إنما أين المشكلة؟ المشكلة إنه هذه الأفكار مهما كانت محكمة ومتقنة لا تملك الطريقة للتنفيذ للتفعيل، وكيف تختبر الفكرة، كيف يختبر التصور إذا لم يكن له أن يحدث أن يتم. يعني في النهاية عملية التفكير والتطبيق هي عملية متزامنة، أنا أختبر حسن الفكرة إذا طبقتها، وهذا التطبيق يعود على الفكرة بمزيد من التحسين. لكن إذا عزل المفكرون المخلصون وعزل العلماء عن أبواب السياسة فإن إدراكهم بالواقع يخفت، هذا يؤثر على حسن تصوراتهم فيؤثر على حسن أفكارهم، وأفكارهم حين لا تجد وسيلة للتنفيذ فإنها أيضا تظل محبوسة ومحجوزة. فالخلاصة هنا المسألة يعني لا تتعلق بالقدرة الذاتية للعرب، لا تتعلق بالقدرة الذاتية، لا يمكن القول أصلا أن ثمة أمة من الأمم لا تملك فكرا سياسيا، يعني هذا لا يتصور، لأن كل أمة أقامت دولة أو أقامت حضارة فلا بد أنه كان لها مخزون من التجربة السياسية. فالعالم الإسلامي ظل 1000 سنة هو الحضارة الأولى في العالم، الحضارة الأولى علميا وسياسيا في أكثر الأحوال، فكيف يمكن أن يقال إن هؤلاء غير قادرين على إنتاج فكر سياسي؟ هذا لا يمكن. المشكلة هي مشكلة لكن قدرة. أستاذ محمد، الإنتاج الفكر السياسي ربما مرتبط بإنتاج المعرفة ككل، وعوامل إنتاج المعرفة ربما لا تكون متحققة في الدول العربية، وهذا ما قد الناقدون يقولون بأنه هذا ما سبب تأخرا كبيرا في إنتاج الأفكار السياسية، وهذا ما أقول به، ولكن لا أقول بأنه هذه مشكلة عجز ذاتي، لا، هذه مشكلة قدرة على التحصيل. يعني نحن إذا منعنا من أخذ المعرفة فهذا سيؤثر بالتبعية على قدرتنا على إنتاجها، وحتى لو أنتجناها فنحن ليس لدينا قدرة على التفعيل والتطبيق والتنفيذ، فسنظل محصورين في هذه الدائرة. فالمسألة هي ترتبط بالتحرر الحقيقي، حين تتحرر هذه الأمة تحررا حقيقيا ستجدها قادرة على تفعيل تراثها وتفعيل ما أنتجه المفكرون في عصر العجز الذي نحيا فيه. على سيرة التحرر دكتور عبد الله، يعني يبدو أن العرب في الفترة الأخيرة أو في المدة الأخيرة تحرروا من انتمائهم الجمعي، وتضخمت انتماءات ضيقة للقبيلة، للعشيرة، للمدينة أحيانا، على من يمكن أن تحل مسؤولية هذه الانتماءات الضيقة التي تضخمت أكثر من اللازم؟ هل لفشل في العقل العربي السياسي أم لفشل في العقل العربي الإداري؟ أخي، الذي يصنع الوعي اليوم في العالم العربي، الذي يشكل الوعي، الذي
ربما ينفرد إلى حد كبير يعني بصناعة يعني الوعي العربي هو الاستبداد والنظام السياسي. صحيح أن هناك وفرة في يعني مصادر التلقي، أن هناك يعني يمكن للإنسان أن يعني أن يخرج عن يعني الهيمنة الرسمية، ولكن يبقى النظام السياسي صاحب اليد الطولة في بناء الوعي وتشكيل الوعي وصناعة الإنسان. الذي تفضلت به صحيح، أن الانتماء القطري الضيق، الانتماء الوطني الضيق قد غلب على الانتماء العام. نحن هنا لا نتحدث عن العرب ك يعني مجموعة عرقية، نحن نتحدث عن الأمة والعرب في قلب هذه الأمة. فالانتماءات العرقية الضيقة، الانتماءات الوطنية والقطرية الضيقة إذا غلبت على الإنسان، مع أنه ليس هناك تعارض بين أن ينتمي الإنسان إلى قومه وإلى وطنه وحتى إلى قبيلته وأسرته، وبين أن يحافظ على الهوية الأكبر وهو انتماؤه إلى الأمة، انتماؤه إلى المرجعية الكبرى. ليس تم التعارض، ولكن صارت الآن الطائفة دكتور، صارت الطائفة أو القبيلة صارت مقابلا للوطن أو مقابلا للأمة أو مقابلا للقوم بالمعنى الواسع. نعم صحيح، لأن هذا مصدر قوة، هذا مصدر قوة للأمة، الانتماء الكلي، الانتماء إلى المرجعية العليا، هذا مصدر قوة للأمة. وهذه من القطعيات وهذه من الواجبات، هذا ليست مسألة اختيارية أن أنتمي للأمة أو لا أنتمي. وهذا لا يتعارض مع الانتماءات الأصغر، حتى الانتماء إلى المدينة وإلى القرية وإلى القبيلة وإلى الأسرة لا يتعارض البتة مع الانتماء إلى الأمة يعني ككل. ولكن كما قلت لك أن النظام السياسي الذي قام ولا يزال قائما في العالم العربي هو الذي صنع الوعي السياسي، هو الذي صنع الإنسان، هو الذي كرس طيب. يعني هذه المشاعر وهذه القيم وهذه التوجهات حتى يعزل الأمة عن بعضها، وبالتالي يفقد الأمة هذا المصدر الأصيل والصلب من مصادر قوتها. طيب سأعود إليك دكتور عبد الله، يعني أنت من الذين يرون أن التراث العربي غني بالمؤلفات والإسهامات السياسية، لماذا لم ينعكس هذا المحتوى الثري على إرادة الأمة في تحقيق المشاركة السياسية سواء على مستوى القواعد أو على مستوى النخب؟ لا حياة سياسية بعيدا عن قضية الاستبداد، لماذا لم ينعكس هذا التراث على هذه الناس؟ لا، وكيف لم ينعكس؟ هو يعني نحن لدينا بعض الصور المتقابلة التي تحتاج إلى تحرير. يعني فضيلتكم الآن ذكرت مسألة لماذا صار الناس ينتمون إلى الطائفة وإلى القبيلة وهذا مقدم عندهم على الانتماء إلى الوطن أو إلى الدولة. هذا يجب أن ننظر، لأن هذه الدولة ليست نتاجا طبيعيا لهذه الأمة، هذه الدولة حددت حدودها ورسمت سياساتها وحكم حكامها بغير اختيار من الأمة، فلذلك صار الإنسان يلجأ إلى قبيلته، يلجأ إلى طائفته، يلجأ إلى الانتماء الذي يشعر أنه يعبر عنه. فلذلك أوطاننا نحن قلقة، لأنه هذا الرسم الذي كتب على الخريطة ليس إنتاجا طبيعيا، هذا ما يسميه عالم الاجتماع بنديكت أندرسون الجماعات المتخيلة، إنه هذه الدولة، هذه الدول الحديثة صنعت بوسائل إعلامها ووسائل إحصائها وجهازها الإداري جماعة متخيلة. يعني الآن أنت إذا مصر مثلا على سبيل المثال، التشابه بين أهل أسوان وأهل السودان أكبر من التشابه بين أهل أسوان وأهل مطروح، والتشابه بين أهل مطروح وأهل ليبيا أكبر من التشابه مثلا بين أهل سيناء وأهل فلسطين. ومع ذلك عملت أجهزة الدولة في الإحصاء، في الخدمات الإدارية، في التعليم، في الإعلام، على توجيه خطاب إلى من هم داخل هذه الدائرة بأنكم جماعة واحدة. فهنا بدأت الدولة بشكل قسري تفرض مفهوما غير متحقق في الواقع، مفهوم غير حقيقي، مفهوم لا يعبر عن أي وضع طبيعي. تمام؟ فهنا حين تحدث الأزمة ويرى كل هؤلاء فشل الدولة في أن تحميه وأن تقوم بخدمته، فإنه تلقائيا يرجع إلى طائفته وعشيرته وقبيلته لكي تحقق له ما فشلت الدولة في تحقيقه. فهذا يعني هذا يدفعنا إلى أمر آخر، وهو أن الإسلام لم يحاول كسر القبلية ولا كسر العشائر ولا تحطيم الصلات الطبيعية، بل عمل على تقويتها.
وتقوية الإسلام لهذه الروابط هو ما كان حاجزا عن الاستبداد. يعني أكبر مستبد في تاريخنا الإسلامي ستجد صلاحياته التي يستطيع أن يقوم بها أقل من صلاحيات أي حاكم ديمقراطي معاصر، لأنه لا يستطيع كسر الروابط الاجتماعية، فضلا عما في الإسلام من عبادات وشعائر وأمور تقوي من عمل المجتمع. فالحل في السؤال الذي طرحته علي هو أن مفهوم السياسة لم يكن بهذا التوسع الذي نفهمه الآن. صلاحيات السلطة في تاريخنا الإسلامي لم تكن بهذا التوسع الذي نفهمه الآن. فحتى إن غلب سلطان ما واستبد بشأن الأمة السياسي فتأثيره في حياتها ليس تأثيرا عظيما كما هو الحال الآن، إنما كان الرجل يدير ملف العلاقات الدولية، ملف الأمن والدفاع وما يتعلق بهما، وتظل للمجتمع قدرة على إدارة شؤون نفسه بنفسه كذلك. طيب أختم معك دكتور عبد الله، كيف يمكن تفعيل التراث العربي السياسي بما يفضي إلى تحقيق وعي وممارسة سياسيين يؤديان الغرض من العمل السياسي في النهاية؟ أنا أتصور أن إن كنا نقصد بالتراث السياسي العربي هو الأحكام السلطانية أو حتى الكتابات الحديثة، في تقديري أن هذا الإنتاج المعرفي أثر على المستوى الكمي وليس على المستوى النوعي، يحتاج إلى غربلة وإلى نقد وإلى تصفية. ليس كل ما ورد فيه صالحا لبناء الدولة وإدارة الدولة اليوم، ليس كل ما ورد فيه يمكن أن يشكل مدخلات لبناء الوعي السياسي العربي المعاصر. أنا أتصور أن هناك جملة من القواعد والمرتكزات التي ينبغي أن يقوم عليها الوعي السياسي العربي المعاصر. أول هذه القواعد والمرتكزات هي نصوص الوحي، النصوص القطعية، يعني هذه من الثوابت، هذه تشكل يعني المرجعية العليا، هذه واحدة. الأمر الآخر هو التجربة النبوية. التجربة النبوية تجربة ثرية بطبيعة الحال، ليس كل ما ورد في الاجتهاد السياسي النبوي هو ملزم، ولكن فيه ما هو ملزم وفيه ما يمكن أن يعني يستضاء به. هناك تجربة الخلافة الراشدة أيضا التي يمكن أن تشكل مصدرا من مصادر تشكيل الوعي. ثم المنجز الإنساني، يعني الأمة بفضل الله تعالى وصلت إلى هذا النموذج الراقي ليس عبر تجارب ودماء ويعني إخفاقات، وإنما وصلت إلى هذا النموذج عبر الوحي. الوحي هو الذي أهدانا هذا النموذج دون أن نمر بهذه التجارب، وهو بعكس ما حدث مع النظم الديمقراطية أو التجارب الديمقراطية الأخرى. الغربيون مثلا في أوروبا كيف وصلوا إلى هذا النموذج ولا هذه القناعة؟ وصلوا إليها بعد أن خاضوا معارك وأريق الدماء وحلت بهم خسائر فادحة، وصلوا إلى هذه القناعة. يعني معنى نصوص الوحي، معنى التجربة النبوية، معنى تجربة الخلافة الراشدة، معنى المنجز الإنساني الذي يمكن أن نتخير منه ما يناسب العصر. لا يمكن نحن اليوم أن نأتي ونعتمد على ما كتبه الإمام الماوردي أو الإمام الفرة أو الجويني أو ابن حزم أو غيرهم. نعم، يعني هذه معرفة ينبغي أن يستفاد منها وهي محترمة جدا، ولكن لا يمكن أن نأخذ بمعرفة القرن الثالث والرابع وإلى آخره ونأتي بها ونطبقها اليوم على الدولة الحديثة. يعني الإنسان قطع أشواطا بعيدة في بناء النظام يعني السياسي، ويعني مرت البشرية بتجارب متعددة وجربت كثير من هذه النماذج، فعلينا أن نتخير من هذا المنجز الإنساني ما لا يتعارض مع ثوابت الوحي ومع ما يتصل ويخدم يعني مصالح العصر. ولكن النقطة الأخيرة وأختم بها، المهم في هذا كله ليس بناء الوعي النظري. التجربة السياسية الإسلامية انقطعت منذ سقوط الخلافة الراشدة ولم تتطور. يعني انظر مثلا إلى مفاهيم التعددية السياسية، التداول السلمي على السلطة، الشفافية، حماية المال العام، استقلال القضاء، فصل السلطات. هذه المفاهيم كلها طورها الغربيون لأنهم مارسوا الفعل السياسي، بينما انقطعت التجربة السياسية الإسلامية ووقفت عند تلك الحدود. فمسألة الانتقال بالإنسان العربي من النظرية إلى التطبيق هي مسألة مهمة جدا، ومن شأنها أن تزكي وأن تثري الوعي السياسي العربي. وضحت الفكرة، نرجو أن نكون قدمنا النافع والمفيد. ختاما أشكر ضيوفي أو ضيفي الكريمين الأستاذ محمد الهامي الباحث في التاريخ والحضارة الإسلامية، كما أشكر ضيفي عبر الهاتف من مسقط الدكتور عبدالله الغيلاني
الأكاديمي والباحث في الشؤون الاستراتيجية. كل الشكر الأكبر لكم، دمتم في حراسة الله.